وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف إلى جانب المزارعين المحتجين والعمل على تلبية مطالبهم. هذا وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء السويد أنه يتفهم غضب المزارعين الفرنسيين، مشيرا إلى وجوب تعزيز القوانين التي تحمي المنتجات الزراعية الفرنسية عبر فرض حد أدنى على أسعار المنتجات الزراعية القادمة من خارج فرنسا، ومؤكدا أن المشكلة لا تكمن في المعايير الأوروبية المفروضة.